انت شنو كان يعني عندكم انتم مثلا الاكله المميزه الرئيسيه شنو عاداتكم؟ هل انتم تتجمعون كلكم هم؟ اي طبعا يوميا على الفطور لازم نتجمع وعلى السحور بعد. نعم. ونطبخ اكلات كثيره بس اكثر شيء الثريد. نستخدم الثريد والهريسه. هاي اكثر شيء. احنا مثلا عندنا احنا هم الثريد وهذا ياكلون، بس اكثر شيء عندنا الباتشا، عندنا الدولمه العراقيه دائما. احنا الباتشا نستخدمها عقب رمضان مو في رمضان. صح.